القطب هذا اللي يعني عدة مشاكل كبيرة واللي أثرت على الساكنة تاعها اللي التعداد تاعها من فوق 4000 في انتظار باقي القطب اللي هو تقريبا 10000 كلي. لهذا القطب اللي فيه ابتدائيتين اثنين وصل اكتظاظ بهم مستوى 50 تلميذ في القسم وأكثر، مع أنها تعمل بالنظام للدوامين. مع هذا السلطات المحلية لم تلتفت الأمر هذا ولم تستكمل ولم تستبق الأحداث، مع الدخول هذا اللي راح يكون دخول اجتماعي كارثي بكل المقاييس. احنا رانا اليوم نطالبوا لازم تكون عندنا ثانوية وتكون عندنا سيام وعندنا ابتدائيات، عندنا اكتظاظ في التلاميذ على المتمدرسين، والقطب هذا راه مخصوص فيه موسيحة ما عندناش، مرشي ما عندناش، فارماسي ما عندناش، يعني راه غير تسمية. أنا نقرأ في هذه الابتدائية تاع بربيح، وكي طلعت الأولى متوسطة لحونا في بن سعد، وبن سعد بعيدة علينا بخمسة كيلو ورا 4 كيلو. نقرأ في القطب الجديد وعندنا 51 في قسم. قطب حضاري يحمل تسمية لكن بدون مرافق، ما عندناش مرافق. هنا كاين دراري راهم يروحوا 7 كيلومتر من الليسي تاع الفصحى. العام اللي فات رقم هذه الابتدائيات كانوا كامل تلاميذ يقراوا في الزريعه، ما حاولناهمش حتى نكملوا الفصول تاعهم كامل. باه حاولناهم هنايا، ما انا العام الجاي ما عندناش كيف ندوهم الزريعه، ماذا بكم تشوفوا لنا حل في اقرب وقت.